وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان. مرحبا بك سعادة السفير في نشرة الثامنة. إذن ماذا يعني لسعادتكم تخصيص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه 14 من يناير من كل عام للاحتفاء باليوم الدبلوماسي؟ أمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وفي البداية أتقدم لسيدي ملك البلاد المعظم وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا اليوم الدبلوماسي العزيز على قلوبنا جميعا وخاصة منتسبي وزارة الخارجية. طبعا تخصيص هذا اليوم 14 يناير من كل عام من قبل سيدي ملك البلاد المعظم في يوم للدبلوماسية البحرينية هو حد ذاته تكريم وتقدير من لدن جلالته لما يقوم به زملائي منتسبي وزارة الخارجية في طبعا صون سيادة واستغلال مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. وأنا شخصيا أنظر لهذا التكريم على أنه تشريف وتكليف في الوقت ذاته لنا جميعا من أجل بذل المزيد لرفعة اسم المملكة في جميع المحافل والفعاليات الخارجية. فشكرا سيد جلالة الملك على هذا التشريف اللي نضعه وساما على صدورنا جميعا. نعم إذن سعادتك كيف ممكن أن تصف الدبلوماسية البحرينية اليوم وخصوصا بأنها قطعت شوطا كبيرا وحققت العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة؟ نعم طبعا الدبلوماسية البحرينية دبلوماسية متزنة وعقلانية وإيجابية تعمل على التواجد في جميع المحافل الإقليمية والدولية من أجل تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة والدفاع عن مصالحها كخط أول للدفاع. وطبعا استطاعت الدبلوماسية البحرينية من بداية تأسيسها في التواجد في جميع المحافل وبتثبيت أيضا اسم ومكانة المملكة إقليميا ودوليا، وذلك بقيادة طبعا رائد الدبلوماسية الأول سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، ثم بقيادة معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، وحاليا إدارة سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأثبتت أيضا الدبلوماسية البحرينية بأن مكانة الدول ليس بحجمها الجغرافي وإنما باتزان سياستها الخارجية وفاعليتها إقليميا ودوليا ومدى مساهمتها الإيجابية في المجتمع الدولي والقضايا الإقليمية والدولية. على حد سواء. سعادة السفير أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان، شكرا جزيلا لك.